السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمرو عصام من قناة توأمان. أول حاجة بس ما تركزوش مع الصورة دي رسمة قديمة كنت راسمها كده، يعني من أيام إعدادي تقريبا في الحدود دي. نخش في موضوع النهاردة، هو عندنا لعيبة الكورة، في لعيبة ما عندهاش لحية، تخيل كده إن بقى عندهم لحية. طبعا بالذكاء الاصطناعي والشغل اللي احنا عارفينه، صفحة بي آر فوتبول المعروفة، يعني صفحة معروفة على موقع التواصل الاجتماعي، عملت صور للعيبة كرة القدم باللحية. تعالوا نشوف كده الصور طالعة ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين، اول صورة ايرلينج هالاند، اللحية طبعا يعني لايقة عليه، بس عاملينها زيادة عن اللزوم، تحس انك يعني ده الحصان اللي في شعره من ورا جابوه في دقنه، منظر غريب شوية، يعني الذكاء الاصطناعي بوظ الدنيا. دي صورة ايرلينج هالاند. تعالوا نشوف اللاعب اللي بعده، ده اللاعب اللي انتوا عارفينه طبعا، لسه منتقل حديثا لفريق ليفربول، كيزا، اللاعب الايطالي طبعا اللي انتوا عارفينه، بس اللحية طبعا مش لايقة عليه خالص، تحس ان هو واضحة يعني هي بتحس انها مش ماشية معاه خالص، فلا ما اعتقدش ان هو يعني الذكاء الاصطناعي مطلعه بالواقعية. تعال نشوف اللي بعده كده، مولر، يعني ماشية صح، يعني هي يعتبر لايقة عليه شوية، يعني الذكاء الاصطناعي يعتبر عاملها اكنها واقعية 100%. تعالوا بقى نشوف اللاعب اللي بعده، هو البرازيلي اندريك طبعا دي مش دقن، يعني انا عامل لك سكسوكة كده وشنب، ما اعتقدش دي اللحية اصلا. تعالوا نشوف اللي بعده، مين ده؟ جرناتشو، مش ماشي عليه خالص، ده انا اكبر من وشه اصلا، لما تمشيش خالص. هو كمان حتى انتو الشعر بني شويه، الدقن سودا، الذكاء الاصطناعي بوظ الدنيا، ده مش ذكاء، ده غباء اصطناعي، مش ماشيه معاه خالص، حتى يعني تحس ان في حاجه غريبه في وشه، مش هو جرناتشو. لامين يامال برضه مش لحي، يعني انتوا زي ما انتوا شايفين كده، هي مش لحية، هي زودوا له، بس هي ماشية عليه، يعني هي فعلا ماشية عليه، يعني مزودين له الشنب حاجة بسيطة والدقن خفيف خالص، يعني حلو ماشي عليه، بس هي مش لحية بقى اللي هي الاوفر. يعني مين تاني؟ ساكا، لا ساكا مش لايق عليه خالص، مفيش، لا مش لايق عليه، واضحة ان تحس ان واحد جايب، عارفين اللي هي بتتلزق، فاكرين رونالدو كده لما كان بيلبسها في الخدع اللي كان عاملها في الشارع، شبيهة ليها، بس هي طبعا مش ماشية عليه خالص. ده قلب واحد عجوز، ده مش بالمر، لا مش ماشي عليه خالص، لا مفيش لحية كده، ده عجزته 100 سنة، لا مش ماشي، لا خليك من غير لحية أحسن، يعني كده أنت قلبت بقى واحد 100 سنة. لا مبابي، لا كده مش، لا لا تحس ان هو زارع دقن، مش، لا مش حقيقي خالص، تحس ان في حاجة غريبة. طب ايه؟ لا اكتبوا رأيك كده، مش ماشية مع مبابي خالص، لا خليك من غير دقن احسن، هي كده تحس ان في حاجة غريبة، يعني لا مش هي. بس هي دي كانت صور اللعيبة، طبعا صفحة بي ار فوتبول نشرت الصور دي. هشوف لكم ان شاء الله صور، لو في رونالدو ميسي احنا كنا متوقعين حاجة زي دي، لكن ما لقيتش في الصور دي لكريستيانو وميسي. بس قولوا رأيكم في التعليقات كده، مين الانسب عليه اللحية؟ هل ايرلينج هالاند اللي احنا شفناه ده، الحاجة الغريبة اللي هي معمول ده الحصان في اللحية، فطبعا مش ماشية خالص، يعني ممكن تكون ستايل جديد احنا ممكن مش متأقلمين عليه، لو عملها ممكن، بس طبعا ما هيجيب كل الدقن دي منين، مش هينفع. بس فاكتبوا رأيكم في التعليقات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعمل لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.